روح الهدى والعنبرة، ألا وهو حب الاعتراف وحب التقدير. نعترف جميعا بالمجهودات وبالخدمات الجليلة التي قدمها المحتفى به الحاج التهامي الفيلالي. بأن أنقل إليك هذه الكلمات المتواضعة باسمهم جميعا، الحاج التهامي الفيلالي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلوس، أكثر من مجرد خبر.